اهلا بكم قراء ومتابعي اليوم السابع، اهلا بكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. احنا النهارده قدام اصغر معلمه في سوق الجمعه، المعلمه شيماء، اللي ما يعني اللي ما يسمعش عن عفشه ام شيماء فايته كتير قوي في سوق الجمعه. فخلينا شايفين احنا دلوقتي هي بتتعامل مع الزباين، خلينا نخش بقى نشوف ايه حكاية شيماء. ده بمية معلمة شيماء، ازيك عامله ايه؟ ازيك يا استاذ؟ عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ قولي لنا بقى، باعتبارك اصغر معلمة في سوق الجمعة، ايه قولي لنا بقى انت بتبيعي ايه هنا؟ بقالك قد ايه هنا؟ بقالي مش نازله بقالي كتير، انا نازله بقالي حبه بس كده مع عمي. انا مش ببيع حاجه، احنا هنا بنبيع جواكت وبنبيع هدوم، كاوتشات، اي حاجه، اي حد بيقف عندنا باي حاجه بيبيعها. فنازله بس مع عمي كده بساعدها، ونازله اشوف الدنيا واتعلمها. تتعلمي الدنيا؟ اه. طب ايه اللي اخرك لحد دلوقتي ما اتعلمتش الدنيا قبل كده ليه؟ الجواز. الجواز هو اللي اخرك تتعلمي الدنيا ليه؟ اه. ليه كده؟ اهو بقى. قولي لنا طيب، كلمينا عنك شويه، يعني انت درستي ايه؟ انت بتعملي ايه؟ انت الاول انت متجوزه ولا لا؟ لا، انا كنت متجوزه واتطلقت. ربنا يخليك يا خالت ام محمد. دول حبايبنا دول، يا رب ولا حاجه. يا رب يخليك يا حاج. الله يخليك يا رب يخليك يا خالت ام محمد. يا رب. شوف زبده ثروه. يا رب. زبدة ثروت. ربي يخليكي يا خالت ام محمد. قولي لنا بقى، انت اتجوزتي؟ اه اتجوزت. حلو. اتجوزت واتطلقت. اه. اتجوزت ما قعدتش كتير مع جوزي، يعني ما كملتش السنه اصلا. طيب. هما كام شهر معدودين وخلاص. اللي عرفته ان انت كنت سبت الدراسه عشان تتجوزي. اه جبت، يعني جوزي قال لي يعني المدرسه. كنت في سنه بقى ايه؟ كنت في سنه ثانيه اعدادي. اه. سبت المدرسه واتجوزت. قلت له ماشي، وسبت المدرسه واتجوزت. اه في حد بيقول اموره ما شاء الله. انت سبت يعني انت سبت المدرسه واتجوزتي، يعني انت اخترتيه؟ اه. اه ايه؟ اخترته هو عن المدرسه. كان حب بقى. كل واحد بياخد نصيبه. حلو. وبعد كده سبت الدراسه واتجوزتي، ايه اللي حصل بعد كده؟ اتطلقت. والله انت معايا بنوته معايا بنت معايا فرح، بس كانت متطلقه بقى صغنطوطه خالص. انا اتطلقت بيها اصلا، وهي بنتي كان عندها شهر، كنت انا متطلقه، وانا كنت غضبانه اصلا عند امي. يعني انا قعدت مع جوزي يعني فتره قليله قوي قوي قوي. مالك اصغر معجب بيا جاي لي من الزيتون، وانا بقول له يا مالك انا عايزه منك كلمه، هتقول ايه؟ وانا بحبك قوي 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 قوي. نكمل بقى. بعد ما بنتك كان عندها شهر انت انفصلت. اه اتطلقت. ايه اللي حصل بعد كده؟ جيت بقى بقيت انزل بقى ان انا اشتغل، ما فيش شغل، عايز شهاده. لفيت بردك واحتجت الشهاده، وانا اتخليت عن الشهاده عشان جوزي جوه بقى سابني. رحت انا ريحه امي صراحه الله يبارك لها، راحت قالت لي يا بنتي اقفي كملي شهادتك وانا اقف معاكي. كنت مكسوفه، قلت لها انا كبيره ازاي اروح المدرسه ولا الكلام ده كله. قالت لي روحي وانا معاك. قلت لها لا انا اتكسف. قعدت سنه متردده ان انا اروح مدرسه، سنه او سنه ونص متردده. فضلت صراحه تزن عليا، وخلت ناس كتير كلموني عندك. وراحت قالت لي طب تعالى انا ايه معاك وراح اقدم لك الاوراق. راحت معايا وقدمت لي الاوراق في الوزاره والكلام ده كله. وراحت عملت ايه؟ ان انا بقيت اذاكر منزلي واروح على الامتحانات بس. خدت بقى تانية اعدادي وثالثه اعدادي، بعد كده بقى خدت ثانوي برضه، بس في الثانويه كنت بروح يومين او ثلاثه في الاسبوع برضه. كانت بتوديني، وكانت في الامتحانات بتوديني في سندوتشات وتديني مصروف وتديني كل حاجه. وكنت انا بتكسف، وبقى في معايا عيال اصغر مني، بقيت انا اقول لها يا ربي يخليك يا خالت ام محمد، على مهلك على مهلك، ربنا يرزقك. قلت لها وبقيت اقول لها يا امي العيال بي ساعات عيال بيقولوا لي انت كبيره. قالت لي طب البسي انت ليه؟ انت ليه كده؟ البسي. بقيت البس بقى وانزل اجيب لبس بنات والكلام ده كله.
حسيت قالت لي طول ما انا عايشه اتدلع على كيس، طول ما انا عايشه اعملي كل حاجه كويس، طول ما انت ما بتعمليش حاجه غلط خلاص. بعد كده بقى بقيت يعني ما كنتش عارفه بقى اي حاجه في الدنيا، راحت قالت لي يلا انزلي السوق معايا وساعديني وشوفي الدنيا وشوفي الناس، مش كل الناس طيبه ولا كل الناس كويسه. اخواتها برضو في السوق الناس دي هنا كلهم اخواتي. عشان المايك معاها هي، انت شايفين شيماءي هنا ازاي في السوق فيكم؟ لا اختي لينا ومية مية يعني، يكفي اللي هي بتنزل من بقى من قبل الفجر كمان تنزل السوق عشان تشوف اكل عيشها ولا ايه الكلام؟ بعد الفجر تنزل هنا السوق معاكم؟ قبل الفجر زي اي راجل وتفرش البياعين، لو حد عايز يفرش او حد غريبه واقف عايز يفرش تفرشه. مظبوطه هي وعسلية كبيرة. السلام عليكم عشان مروحين. عندنا فرح كبير النهارده. اشكوكي بس كده ده. ثواني. حلو، احنا وصلنا ان انت خلاص بقيتي تنزلي السوق ورحتي وكملتي تعليمك. انت معاكي انت بكالوريوس ايه؟ بكالوريوس نظم ومعلومات. بكالوريوس نظم ومعلومات. وقف هنا في السوق وانا كمان زي بعض يعني. قولي لي بقى ما شاء الله زي الأمر. ربنا يخليك. ايه؟ بتتعرضي هنا المعاناه؟ عمر ساعات ايه؟ ساعات بتعاكس عادي، اي ست لازم تتعاكس. تمام. بتتصرفي ازاي بقى لما حد بيعاكسك؟ ساعات يا اما يعني بستجهل الموضوع، يا اما بقى ايه؟ امي بقى تقول لك امي لو انا اتعاكست هنا تعملي ايه؟ انا هو انا زي التيشيرت ينفعك اللي حد يعاكسني. هي واقفه راضي. انا هي كانت لما بتيجي تتكلم بنتي اساسا ما بتعرفش تتكلم. باشا ما فيش هنا معاكسات، هنا كلنا اخوات في بعض. فاهمني انت ازاي؟ كانت يعني لو سمحت يا ماما عن اذنك بتاع ما بتعرفش. هي حبيبتي فهنا طبعا انا نزلتها عشان تتعلم، الحياه واسعه. الحياه خلاص ده لايف. لازم تتعلم عشان لو انا سبتها تبقى برضه عيله. تعتمد على دراعها ونفسيها، بيت في ظهرها عشان تكمل تعليمها، التعليم هو اللي هينفعها. عايشة عشان خاطرها هي وبنتها، مفيش حد مش بيساعد حد او يشيل حد. اما الحكايات حد يعكسها محدش يعرف يعكسها لان كلهم بيحبوها اخواتها. فاهمني؟ ما عندناش كفاءة، بيعاملوها راجل لراجل. فاهمني انت ازاي؟ كان فاهم؟ انت جيت منين؟ انا جيت من الزيتون هنا عشان اشوف تيتا. تيتا عسلية. بيحب عسلية. انا الدنيا كلها بتجيلي، وناس بتجيلي من الفيوم، وناس بتجيلي من بني سويف، وناس بتجيلي من المنيا، ولسه ناس كانت جايالي من اسيوط، وناس جايالي من البحيرة، وناس جايالي من اسماعيلية، والناس كلها جايالي. وانا بحب الناس كلها وبحب كل البلاد، وكل اللي يحبني انا بحبه. وبحيي اي حد، وبحيي كل ست مصريه شقيانه مع جوزها تبقى هي راجله. عايز اقول لحضراتكم احنا انا لما كلمت المعلمه شيماء في الاول اصلا ما كنتش اعرف انها بنت المعلمه عسليه، والله يعني اللي هو دي مش عارف ايه، دي مفاجاه كانت حلوه. طبعا المعلمه عسليه زي ما بنقول كده اشهر من نار على العالم في سوق الجمعه، وعندها يمكن اشهر فرش ملابس. فخلينا نكمل بقى مع عسلية الصغيره شيماء. قولي لنا بقى هنا زمايلك اللي هم البياعين اللي انت بتنطحي معاهم راجل لراجل، ايوه بيعاملوك ازاي؟ راجل برضه. يعني كلمينا بقى المعامله بتاعتهم. المعامله ان انا بيعاملوني ان انا راجل كده زيهم، اقف اتكلم معاهم، انا هاخد جي، انا عايزه حاجه، انا ممكن هو يكون هو محتاج مني حاجه يقول لي شيماء انا عايز كذا، شيماء انا محتاج مثلا فلوس. انا يعني مواقف كده بتبقى مع بعضينا، كلنا بنبقى مع بعضينا ايد واحده. يعني لو هو عايز يميل عليا انا اميل عليه عادي، كلنا واحد، كلنا هنا واحد. بس حاجه على حد المعلمه عسليه مشهوره انها بتحل مشاكل، حل مشاكل. انت دلوقتي في الكلام ده بتحاولي تحملي الرايه معاها ولا ما حدش طبعا يقدر ان هو يجي زي امي في اي حاجه. هي ست الكل، وهي طبعا القدوه الكبيره، وهي قد الدنيا، وهي ست الدنيا، وبالنسبه لي انا ست وتاج راسي. فانا ما اتجرأش ان انا اكون طبعا حاجه زيها.
بس يكفى الشرف ليا ان هي تكون امي. الناس هنا بيندولك بيقولوا لك ايه او بيشبهوك بمين عشان انت قلتي لي بس حمو بيكا. قولوا لي حمو بيكا. حمو بيكا ليه بقى بيقولوا كده؟ عشان بعد انكشهم واتكلم معاهم وهم ينكشوني ونقعد نتكلم مع بعض نقعد نهزر يعني نقعد هم كاني راجل انا كاني في وسطهم ولد زي زيهم بالظبط عشان كده بيقولوا لي يا حمو بيكا. في مشكله وعاوزنا فيها او حرامي او الكلام ده اللي بيقولوا عليه. ايوه لمصطفى بيه نبيل رئيس المباحث ده كويس جدا عندنا غير من كل حاجه وهو شخصيه محترمه وشخصيه طيبه وكويس مع كل الناس فاتح بابه الكبير والصغير غير من اسمه خير علينا حل المشاكل وكده بيحل بيحل في كل حاجه. قولي لي انت بقى سنوات طيبين عاملين ايه؟ يعني شيماء اللي جربت حظها مع الرجاله ما ينفعش ودرست وربنا كرمها ونازله السوق بتعافر في وسط الرجاله اكيد نفسها في حاجه يعني لو لما تقعد كده مع نفسك نفسك فيه؟ نفسي ان انا الاقي بنتي احسن حد في الدنيا. اسمها فرح؟ ربي يخليها يا رب. معايا فرح الجميله برضه نفسي اشوفها احسن حد في الدنيا. نفسي ان انا ربنا يعني يستر عرض الولايه ونفسي في حاجات كتير. نفسي ربنا يخلي لامي لغايه ما انا اموت قبليها يا رب يخليها. كلمينا بقى عن اللبس هنا قولي لنا اللبس هنا في الجامعة جميل والله ده في محلات ناس عندها محلات كبيره بينزلوا هنا لبس بتبقى في نص البلد بتبقى حاجات في نص البلد بتبقى ايوه امشي كده بتبقى في حاجات في نص البلد في حاجات بتبقى في نص البلد في محلات كبيره وبتيجي هنا بتبقى رخيصه بنص الثمن على طول يعني ممكن حاجه في المحل تبقى مثلا ب 200 جنيه ولا ب 400 جنيه يجي هنا تبيعها ب 100 جنيه فحاجات حلوه حاجات حلوه يعني الاسعار بتوصل للربع بتوصل للربع الناس هنا الناس غلابه ده فعلا سوق الغلابه دي حقيقه وحتى الناس اللي بيبقوا يعني جايين بالشغل بتاعهم ده في ناس منهم بتبقى مديونه اصلا بالشغل ده بيبقوا واخدين شغل على ان هم يبقوا يرجعوا لك فلوسك بيبقوا مدين كمبيالات وشيكات والحاجات دي فما بيصدقوا يعني ان هم يبيعوا ويروحوا ايه بيبقوا عايزين يحرقوا يعني يحرقوا كده ويبعتوا فلوس فاهم؟ انت مش عايزه تقولي حاجه تاني؟ مش عارفه صراحه انا اول مره ان انا اتكلم يعني واطلع كده على التلفزيون فانا مش عارفه ان انا اتكلم بس قولي لي بقى انت لو واحد جه تقدم لك الايام دي بعد التجربه اللي انت خضتيها وبعد المعاناه وبعد ما نزلتي واتعاملتي خلاص مع كل الرجاله وفهمتي الدنيا شويه ايوه هتفكري فيها ازاي؟ افكر بعقلي انصح اي واحده ان هي تفكر بعقلها قبل قلبها ان عقلك هيبقى كويس وخدي على راي امي خدي اللي يحبك ما تاخديش اللي تحبيه دي حقيقه والله لان واي واحده ما تتفرجش في تعليمها غير لما تفكرش في الجواز غير بعد التعليم عشان التعليم ده هو اللي هيدوم لها الراجل مش هيدوم رغم ان في رجاله كويسه انا مش بقول كل الرجاله وحشه وبقول بردك ان لكن في رجاله وحشه في رجاله بيخليكي تندم ان انت اصلا سبت حاجه علشان اخترتهم هما فالتعليم انا في الاول وفي الاخر لفيت ورجعت للتعليم عشان ان انا عايزه ابقى اتوظف وظيفه كويسه وان انا ابقى في مستوى احسن من مستوايا ده فاهمني؟ فنفسي في حاجات كتير وربنا يحققها لي وربنا يحقق لكل واحد اللي عايزه كل واحد حاجه عايزها ربنا يحققها له فانا قسيت كتير قوي وتعبت والله ربنا اللي عالم بس الحمد لله على كل شيء الحمد لله انا بحمد ربنا على كل شيء وبقول الحمد لله يا رب انا راضيه بقضائك في اي حاجه وكفايه ان انا يعني بيقول لك ربنا ايه يحب اللي بيحبه ربه بيحبب فيه خلقه وانا كل الناس بتحبني الحمد لله فدي حاجه يعني حاجه كويسه بالنسبه لي ان انا كل الناس بتحبني لان كده بس حاجه بتثبت لي ان ربنا بيحبني